في اواخر 2015 كده في شهر 10 تقريبا، كنت اروح اعمل صيانه في الشركه، الاقي ان هم بيحذفوا ارصده من المكن وطلبوا من المخابز تبيع الدقيق، يقولوا لهم الدقيق ده بتاعكم بفلوسكم بيعوه. الناس تروح تصلح المكن يحذفوا رصيد من المكن، يعني المخبز يروح المكنه بتاعته فيها 20,000 رغيف يحذفوا له مثلا 10,000 رغيف ويقولوا له الدقيق المقابل لهم ال 10,000 دول مثلا نفترض ان لهم 15 شكار، يقولوا ده بتاعك روح بيعه. فانا لما الكلام ده حصل بقيت اقف في وسط الشركه واقول للمخابز يعني ده فلوس الدوله، الدقيق ده بفلوس الدوله، ما ينفعش حتى لو هو بفلوسك فمش مسموح لك تبيعه. طلبوا مني ان احنا نحذف لوالدي 40 شكاره في الوقت ده، فانا رفضت. قلت لهم لا، احنا زي ما احنا شغالين ما عندناش مشكله على الوضع بتاعنا وخلاص، واحنا ماشيين على كده. المخبز اللي ما كانش بقى عنده رصيد في المكنه يقولوا له اسحب دقيق من المستودع بحيث يبقى عنده رصيد في المخبز بتاعه دي اكتر من الكميه اللي عايزين يحذفوها، وبعدين يروح لهم يحذفهم وهو يتصرف في الدقيق. يعني افترض ان انا مثلا هم عايزين يحذفوا لي 30 شكارة وانا رايح والمكنه بتاعتي فيها رصيد 10 شكاير بس، فيقولوا له روح اسحب دقيق من المخبز اكتر من ال 30، يعني خلي عندك رصيد 40 50 وتعالى هنحذف لك رصيد ال 30 اللي المفروض نحذفهم لك على حسب كلامهم او حساباتهم اللي هي غير صحيحه، وانت روح بيع الدقيق. حضرتك مش مصدق؟ لما سألت في الموضوع عرفت ان محافظات الجمهورية صفروا الرصيد فعلا قبل يوم 8/4، لكن محافظة المنوفية ما صفرتش الرصيد بتاعها، وبالتالي المشكلة دي اصبحت في محافظة المنوفية. عشان يحلوا المشكلة دي بقى ويداروا عليها عملوا ايه؟ قالوا نحذف الارصدة والناس تبيع الدقيق ومحدش هيدور ورانا. برضه بيتقف في الشركة، طب لو حد عمل مراجعة من زمان من اول المنظومة هيبان الكلام ده، وساعتها يقولوا ان المخابز هي اللي حذفت الرصيد عشان تسرق الدقيق. قالوا لا ما تخافش، محدش هيراجع ومحدش هيدور فيه، احنا هنبدا كل مراجعتنا على حسب قرار الوزير من 8/4، اللي فات خلاص انساه. مات اللي فات، مات، ده قاعده معروفه. طيب المخبز كان عنده 200 شكاره وبلغ المديريه والمديريه قالوا له بيع الدقيق وخلاص. يعني ال 200 شكاره يحطهم في جيبه؟ طب هما استفادوا ايه؟ يعني اللي ظاهر قدامي انه بيدار على الخطا اللي هو ارتكبه في 8/4، انه ما صفرش الرصيد عشان لما يبدا شغل من 9/4 يبقى المخابز بادئه برصيد افتتاحي صفر، ما عندوش حاجه قديمه. هو ما خدش الخطوه دي في المنوفيه، فبالتالي عايز يداري عليها عشان يساوي اللي بينباع مع اللي اتاخد زي كل المحافظات، فيقوم يحذف اللي فات ويبقى كان احنا بادئين برصيد صفر وخلاص. انا رفضنا ان احنا نحذف ال 40 شكاره ودي. المكنة اتعطلت، ودينا المكنة نصلحها، كان عليها رصيد 22 شكارة 13,165 رغيف، بدلوها بمكنة تانية ورفضوا يرجعوا الرصيد، قالوا لا الرصيد مش هيرجع. رحت مكتب التموين بلغتهم حضرتك ومعايا الإثباتات بكده إن حصل كذا وكذا وكذا، وأنا طالب إن أنتوا تثبتوا لي الكلام ده في سجل المخبز، إن اتحذف رصيد من المكنة، أنا اللي بقول لكم إن اتحذف رصيد من عندي وإن أنا عندي 22 شكارة دقيق هم زيادة اللي اتحذف رصيد. مع إن ده لمصلحتك، عندك دقيق مدعوم هبيعه خلاص ببلاش. هبيعه وآخد فلوسه. لكن إحنا يعني كنا ضد المبدأ ده، لأن مستحرم يعني أنت. ضد المبدأ ده، يعني فلوس دولة ومش عارف، يعني ممكن احنا غلطنا. فحضرتك رحت توجهت مركز الشرطة، عملت محضر إثبات حالة بتاريخ 11/11/2015 انه اتحذف رصيد قد كده من المكنة 13,165 رغيف، وان في 22 شكارة موجودين عندنا ما لهمش رصيد على المكنة، وشرحت الأسباب في المحضر ان مش هي ايه اللي حصل بالظبط، وقلت لهم ان انا بطلب حمايتي من التموين من تسجيل قضية ضدي. ان انت بتسرق دقيق. ما هو يجي اي حد يجي يقول لي راجع رصيد المكنه مع الدقيق اللي موجود في الارض، يلاقي فيه اختلاف، يقوم عامل محضر ان الدقيق ده احنا سارقينه. هنا التموين في 22/6/2017 بعد ما بلغنا التموين بموجب تلغراف رسمي ان في رصيد وهمي نزل على الماكينه، وان الشركه طلبت انها تحذف رصيد 18 شكاره القدام زائد الرصيد الجديد او ما تحذفش حاجه خالص، هنلاقي ان التموين بيلح علينا ان احنا نعمل التهيئه ونحذف الرصيد كله، يعني برضو عايزيننا نحذف 18 شكاره بقت ال 40 المره اللي فاتت، رغم ان احنا بلغناهم بالكلام ده رسمي بتلغراف رسمي. ولما رفضنا ان احنا نعمل التهيئه ونحذف الرصيد ونحذف رصيد ال 18 شكاره وطلبنا تصحيح الوضع، جه في تاريخ 4/7 خد رصيد الدقيق اللي موجود في المخبز كان 31 شكاره، وخد رصيد المكنه
اللي هو كان 88,885 زائد 800 يعني اجمالي 89,685، وعمل لنا محضر او مخالفه بالكميه الزياده اللي نزلت، بدل ما يحاسب الشركه او يعرف ليه الشركه نزلت رصيد زياده على المخبز، لا هو فضل انه يعمل لنا احنا المخالفه بالكلام ده. طبعا هنلاحظ ان الرصيد اللي موجود في المخبز 88,885 ده رصيد كبير جدا، اكبر من ال 31، لان في 110 شكاره انضافوا على حساب المخبز في تقريبا 22 او 23 12 2015 اثناء فتره العقوبه والمخبز مغلق. طبعا ده يوم 3 قدمت شكوى في مديريه التموين، المفتش اكتشف الواقع على حسب كلامه يوم 5، يعني برضو بعد الشكوى بتاعت اللي انا مقدمها عندهم. قدمت شكوى لمحافظ المنوفيه على الانترنت تقريبا يوم 7، قدمت شكوى للجهاز المركزي على النت برضو يوم 7، قدمت شكوى تاني يوم 9، جيت الوزاره قدمت شكوى يوم 9/12 بالكلام ده، كل ده محدش بيرد عليا خالص، والتانيين عمال يزودوا وتيره التهديدات، احنا هنعمل لك قضيه تسرب بيع الدقيق، كل يوم بقى كل يوم مفتش يتصل بيا ويبعت لي وتعالى وعامل لي قلق في الموضوع ده. بعدين الخلاصه ان اصحاب المخابز دول واقفين، التموين فوق راسهم ومفيش حد قدامهم. التموين بيعمل اي محضر يوديه المحكمه تبقى قضيه، وصاحب المخبز مش عارف يتصرف. انا اروح اشتكي للتموين اقول له نازل لي رصيد اضافي وهمي، وادي الاثباتات اللي تثبت، يوم عامل لي انا قضيه بهم، واقول لي تدفع 3800 جنيه ثمن الدقيق، الدقيق اللي انا ما خدتوش اصلا والرصيد نازل والارقام بتقول كده. كل ذنبه انه قال انا عندي رصيد مش قابله على نفسي يا جماعه، لانه ببساطه فلوس حرام، راحوا عاملين له قضيه. ما هذا يا استاذ عبد المنعم، ارجوك تبعت لي على صفحتي اللي اسمها منى عراقي بالعربي وبالانجليزي على الفيسبوك رقمك علشان اكلمك، رقمك ضاع من عندي، ونديك جايزتنا اللي بتقولك برافو عاش على أمانتك وشرفك.